دكتور حميد، فيما يتعلق بسياسة الحكومة تجاه المهاجرين، اليوم كانت هناك الحقيقة بعض السياسات خاصة بخطة رواندا على سبيل المثال، وعملية الترحيل في جزيرة في رواندا وكذا. اليوم ما هي خطط حزب العمال تجاه هذا الملف بالتحديد؟ بالنسبة لملف يعني المهاجرين غير الشرعيين، هذا الملف يعتمد على مدى التطور في الجانب الاقتصادي من عدمه. إذا حدث اختراق وحدث هناك يعني نمو اقتصادي، فسيعالج الموضوع معالجة يعني موضوعية واقعية، ولن تدخل بريطانيا في الانتقادات من جميع حقوق الإنسان وما إلى ذلك. أما إذا ظل الملف الاقتصادي يعني على ما هو عليه أو ساءت الأوضاع الاقتصادية، فإن الملجأ الذي يهرب إليه الساسة هو عملية اتهام المهاجرين غير الشرعيين، واتهام يعني الهجرة، ووضع يعني إيه قيود عليها، بمعنى أنها هي السبب حتى إذا لم يجدوا معالجات. وهذا هو ما تلجأ إليه معظم الدول، هي بإلقاء اللوم على الأقليات أو زج البلاد في حروب حتى يعني تنسي المواطن الواقع الذي يعيش الاقتصادية البريرة الذي يعيشه. فنحن لا نستطيع أن نقول الآن نعم سيتم يعني طي ملف رواندا وسيكون حزب العمال مختلف تماما عن حزب المحافظين أو الاتجاه المضاد. نحن نعرف أن توني بلير لما أصبح رئيس وزراء لمجرم الحرب، أما لما أصبح يعني رئيس وزراء في الانتخابات التي جرى في هزيمة المحافظين في حينه، وأصبح يعني العمال اكتسحوا المجلس البرلمان، كان الكل يعول على أن تظل البلاد بالقوانين الاشتراكية التي تنص على إيجاد التعليم المجان وإيجاد الصحة وما إلى ذلك. نرى أن توني بلير أصبح أكثر يعني متطرف إلى اليمين أكثر من اليمينيين أنفسهم، لأنه هو الذي في عهده تم إنشاء ما يسمى ب يعني الفيز، يعني أن يدفع الطلاب من جيبهم الخاص وأن يقترضوا اقتراض بدل أن يعطوا منح، وزاد الفيز في عهده بأضعاف بكمية كبيرة جدا جدا، ولم يعد التعليم مجانا. أصبح عملية يعني القطاع الصحي هناك وجد ما يسمى بالكونتراكت اوت، اللي هي عملية التعاقد مع شركات اخرى في عهد توني بلير يعني رئيس حزب العمال. فهل يعني ايه سيكون الوضع الان مختلف؟ انا لا اعتقد، لان السياسة تتطلب عملية الرضوخ للاملاءات والضغوط واللوبيات ورجال الاعمال، و يعني ايه ما ستدر على هذه العملية مجتمعة على الاقتصاد البريطاني من النمو او الهبوط. يعني فيما يتعلق باوضاع المسلمين في بريطانيا، هل هناك فرق كبير بين المحافظين وحزب العمال ام الامور متساوية ولا يوجد مشاكل في هذا الشأن؟ بالنسبة للمسلمين هو يعني ايه الآن يوجد سياسة أمر واقع. المسلمون الآن أصبح عدد كبير جدا جدا من المسلمون ناشطون في القضايا السياسية، في قضايا الحقوقية، في يشاركون في المجتمع بشكل إيجابي. لم يعد المسلمون أولئك المهاجرون الذين أتوا على ظهر السفن وكل اهتمامهم أن يشتغلوا في المصانع وعمال المصانع وما إلى ذلك. لا، الآن المسلمون الآن هناك عدد كبير منهم في البرلمان البريطاني. أول يعني امرأة تدخل من الجالية اليمنية الآن أصبحت عضو في البرلمان البريطاني من شيفيلد على سبيل المثال الحصر. هناك العديد من الباكستانيين اللي دخلوا البرلمان منذ فترة من الزمن، وهؤلاء لهم يعني تأثير كبير جدا جدا ويسمع لآرائهم. ولم تعد القضية هنا عملية يعني من هو أفضل المحافظين أو العمال، الكل يحاول من حين لآخر أن يسترضيهم بتعيينات وزارية وما إلى ذلك، ونظرا يعني الأعداد التي يتواجدون عليها والمواقف التي يمثلونها.
فعملية يعني أن يتم تهميش المسلمون لم يعد بالأمر الذي يمكن أن يمر بسلام على أي من الحزبين، وهم يعون ذلك. يعني الفرق هناك في عملية إذا كان استقطاب المسلمون الليبراليين أو المسلمون يعني العاديون، هذا هو الفرق. نحن نعرف أن عمدة لندن يعني مسلم ولا يستوى، نجح للمرة الثالثة واكتسح الساحة بشكل كبير جدا جدا، وهو من ضمن المؤيدين للمظاهرات التي تندد بالكيان الصهيوني وبالمذابح في غزة وما إلى ذلك. ورغم ذلك يعني نجح بشكل كبير جدا جدا، رغم معارضة يعني الحزبين بشكل يعني زعماء الحزبين بشكل غير مباشر أو غير مباشر. أيضا نرى أن رئيس وزراء اسكتلندا يعني تمام مسلم ويصرح بشكل واضح وصريح عن المذابح في فلسطين وما إلى ذلك. فالآن المجتمع البريطاني بدأ يتغير، الفكرة بدأت تتغير خاصة بعد أحداث يعني غزة، لأن غزة أوجدت نوع من الوعي لدى المجتمع البريطاني. أصبح الصغار أكثر من الكبار، يعني الناشطون في الجامعات وفي المعتصمون يعون يعني غاية يعني الفكرة بشكل جيد وواضح، بأن الاستعمار لفلسطين صار له 75 سنة، وأن الفلسطينيين يعانوا خلال لمدة 75 سنة، وهذا في حد ذاته لم يستطيع أحد أن يعلل العكس. يعني ما كان في السابق عملية إذا تكلموا يعني يتم أن يقال عليهم أنهم يعني ضد اليهود أو يعني أنتي سيميتيزم وما إلى ذلك، لم تعد تباع في المجتمعات الغربية، حيث المذابح الآن جارية في فلسطين وفي غزة، وال يعني الناشطون السياسيون يقفون أمام الجامعات وأمام المؤسسات الحكومية ويذهبون إلى السجون ولا يبالون. أكثر يعني نشاط من الليبراليين والأحرار الغربيين أكثر نشاط من الدول العربية للأسف. يعني نجد أنهم لا زالوا لحتى الآن يخرجون مئات الآلاف من المظاهرات، الاحتجاجات، الرسائل، يعني الكتابات في الصحف وما إلى ذلك دون أن يبالوا، يعني يجدوا أن هناك قضية عادلة ويجب الدفاع عنها. عملية المسلمون الآن، هل الحزبين يعني يختلف موقفهما عن نحو المسلمين؟ لا أعتقد أن يعني زعماء الحزبين يعني لهما نظرة مختلفة كثيرا، ولكن هو الواقع الذي يفرض نفسه، بمعنى أن هناك كثير من العمال الذي نجحوا في الانتخابات، وهؤلاء هم يعني يمثلوا رافد كبير رئيس الوزراء. لو فشلوا هؤلاء لما وصل إلى سدة الحكم، يعني كان هناك سيكون خلل في الميزان، وسيكون هناك عملية توافق وما إلى ذلك بين الأحزاب كي تشكل حكومة. ولكن بسبب نجاح هؤلاء كونهم يعني مسلمين أو غير مسلمين أوجب على الحزب احترام آراء الناخب. نعم دكتور، أيضا فيما يتعلق بملف فلسطين، كان ملف فلسطين وملف غزة بالتحديد حاضرا في هذه الانتخابات، كيف سيكون حضوره بعد صعود حزب العمال في بريطانيا؟ هل سيكون هناك تغيير كبير برأيك؟ أنا أعتقد أن حزب العمال يعني سيحاول، يعني زعيم الحزب هو بيحاول من الأساس أن لا تكون سياسته مختلفة عن حزب المحافظين، وهو مناصرة الكيان الصهيوني. ولكن نتيجة للأعداد الكبيرة اللي موجودة الآن في الحزب الذين نجحوا في الحزب واتضح أن هؤلاء كانوا مناصرين القضية الفلسطينية، سواء عن طريق التصويت في البرلمان السابق أو أولئك المستقلون الذين حاول الحزب تهميشهم ونجحوا في الانتخابات، هؤلاء سيكون لهم دور كبير في عملية يعني المناقشات الفعالة وعملية التوضيح وعملية أن يكون هناك توضيح للقضية بشكل غير مغلوط كما يحدث في السابق. كان في السابق الغالبية العظمى تظل تغالط في القضايا، كان هناك أصوات شجاعة كما تعرفون أمثال توني بن وأمثال يعني كين ليفينستون وكأمثال جورج جالوي، وهؤلاء يعني كانوا يعدوا بالأصابع. الآن العدد كبير جدا جدا الآن في البرلمان، وهؤلاء لا يمكن التجاهل عنه، ولا يمكن يعني كما أسلفت أن الحكومة الجديدة تغض الطرف عنه، لأنه سيحدث انقسام داخل الحزب،
واذا تم انقسام داخل الحزب معناته سيتم يعني ايه التصويت على الحكومه اذا كانت يعني قابله للاستمرار ام لا، وهذا ما يخشاه اي رئيس وزراء جديد يعني في سته الحكم يحاول ان يوفق بين الجميع. نعم. فاعتقد انه سيكون هناك بعض التغيير، لا اقول التغيير جذري ولكن بعض التغيير. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حميد الشجني الاكاديمي والباحث في الشؤون العربيه والدوليه، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.